يلا وصلنا يا قلبي. Let's go. أنا جوعانة على فكرة وعبالي سمك. الجو بيطهر العقل. شوفوا على تيك توك على طول بيقول إنه عنده أطيب لقمة سمك وعجق راسنا فيها، تعال ندوقه. تفضلي يا محمد. كونه الجزر بيقوي النظر. وصل الأكل. عم نسحب سمكة نية، سمكة التريخون. سمكة طيبة كتير. هلا عم نحط حشيش البحر، وهلا عم نحط الجنجر. يلا هلا عم نحطهم بالحراد. هلا عم نحضر البطرخ. هلا عم نعمل سمكة مكبوسة. وهيدا انشوا الشرفي، أطيب انشوا بالبلد. سلايس حار وسلايس توم بقلبه. خلينا نلفها. هليون الاخطبوط. وهلا على اطيب بروفنسيال ابو العين، زيت الزيتون من اطيب ما يكون، كزبرة يابسة، كمون، ملح، بهار ابيض، بهار اسود، بابريكا. وهيدا الحامض من عنا من الضيعة. والكزبرة هي جمت لنا اياها ام عماد. يلا اهلا وسهلا بالدكتور فود، شرفتونا واهلا وسهلا فيكم محلكم وبيتكم. حبيب قلبي. وهيدا اخطبوط الملكة، اخطبوط ابو العيم. ابو العيم شو الريسيبي الموجودة بقلبه؟ اخطبوط بنسلقه، من بعد ما نسلقه مع المطيبات بنحطه بقلب المقلي مع زيت الزيتون، نرجع من بعد ما يستوي شوي قشة كزبرة وصحتين وهنا. عنا سمكة المكبوسة أشهر من أنه تعرف، العالم كله ضجت فيها ودقتها، سمكة كتير طيبة من الأبو سن، تنقع بنقع خاصة مع المطيبات وزيت الزيتون، وبتتنزل بعد فترة لأحلى عالم. وأهلا وسهلا فيكم. عنا البطارخ، بطارخ شاهين غير شكل، مع الثوم ومع زيت الزيتون مع الحر. مين هذا شاهين؟ شاهين هو اللي عامل البطارخ. شاهين مصري، بطارخ مصرية غير شكل. وهيدا انشوا الشرفيق، صراحة علمني الطريقة وصرت أعملها على طريقته، بالسردين مكبوس مع الثوم مع الحر مع البابريكا مع الزنجبيل مع حشيشة البحر والحامض. شرفيق بتفزلك كثير، هات لنشوف شو عامل. وعنا هيدا البلال المميز، سمك التريخون العايش من بحر فرع بيضة، ملنا لك إياها سمكة نية مع الحر والصوي والجنجر. وأهلا وسهلا فيكم بلامسمكة فيلج، مملكة السمك العايش. شكرا شيف. مش إشي كتير فيني دوقة. I can try the octopus. Let's try it. تندر طيب. صراحة خفيف، الأخطبوط طري. على 10 قديش بتقيم هيدا البليت؟ 9 على 10. أنشوا. والله شايف رفيق طلعوا طيبين معه. برافو له. تعليقا، أول شيء أنا ما بحب شوف جلد السمك هيك ني. يعني بحب شوفه كريسبي. بعدين ولا وحدة منهم تشبه الثانية، سايزات مختلفة. So I don't think it's appetizing.
سمك الأنشوة من شايل بري هون فريش من البحر، فاللي يقدر يسيب السايز كله سوا بيكون شايل كميات كتير كبيرة. شكله حلو للتقديم بهالطريقة، ممكن في طريقة تانية مش ضروري يلفهم هيك ويعملهم بلاستيك. غيروا شكله لا. دقة الفود على 10 قد بتقيمه؟ 8 على 10. شو هيدا؟ نوع من السمك مكبوس كابسينو. يعني بعدنا بنوع من نوع الكبيس يعني مكبوسين، يعني عم تروح عمالة هذا النوع من الايتز مكبوس. دكتور فود هيدا الشيء اللي ما بعرف شو هو، قديش بتقيمه؟ 7.5 على 10. واو هيدي مخيفة، هيدي طراوتها ونكهتها بتجنن. هلا هي مبينة فريش، يا ريت فيني اكل منها. دكتور فود على 10 قديش بتقيمها؟ هيدا 10 على 10. انا ما بعرف شو هالاختراع البطرخ، بس هو من أسوأ الاختراعات بأنواع السمك. لا بيعطيك نكهة طيبة، لازم ينحط بشيء. أنا ضد إنه البطرخ ينزل بهي الطريقة. هو مالح ولا حلو؟ هو حد، إذا بدك الملوحة على حدودي، بده كسر شيء بالملوحة هذا. الشيف لازم يخلق له هوية جديدة هذا البلاك. قصدك دكتور فود بده صوص؟ مثل النكهة اللي فاتت عتمي، أنا بزد له بقلبه كيل وتفاح وبطرخ وبلسمك ورشة سمسم عليها. دائما مبتكر بأفكارك. بدك تخلقي له فكرة جديدة، تقدميها بطريقة جديدة. سؤال اليوم، على 10 قد ايه بتعطي البطرخ؟ 8 على 10. هذا البطرخ هيك تعمله. تعالوا لنشوف الأشياء اللي عم بحضروها بالمطبخ. وهلا على المنقل. وهلا بدنا نحضر السمكة على الشوي. هيدي الصوص المحضرة مع زيت الزيتون والثوم والكزبرة والبهارات والتوابل. منشيل ملعقة ومدهنا فيها بهيدي الطريقة، من برا ومن جوا. هيدي السمكة المشوية مع ثوم وزيت الزيتون والطراطور، مشوية على فحم السنديان. وهيدا القريديس مع صوص الحبق السكبير والزنجبيل. هيدا السمك أي نوع؟ لاين فيش. كثير طيبة. اوه نكهة الفحم عليها بتجنن. دكتور فود على 10 قديش بتعطي هالسمكة؟ 10 كثير طيبة. كثير طيبة التتبيلة، رائعة. طيب تعال على 10 قديش بتعطي القريدس؟ والله هول بلايان 10 اثنينات. دكتور فود شو رح تحليني اليوم؟ فريو، حطيت لك فريو بالفريزر. I'm excited. هي السمك وطريقة الشوي وطريقة النكهات والتتبيلات تنزل لكل العالم ولا بس لنا؟ أكيد دكتور فود لكل العالم، وأصلا كل العالم عم تحكي، وهيدا شيء بيشرفنا وكتر خير الله. برافو لك، الله يرزقك.